تتبع فهمتي والناس ما كتصبرش خصنا تغيير هذا الوقت خصنا نجي الانسان المغرب خصنا نبدا طويله باش تستعمل النتيجه سو جي في ان فيلم باردون ان فيلم اللي كيتعالج واحد جو سي با جو سي بلا لا سي ان كا ابارامون كاين انه تعالج بهذاك لو ريجيم هي كاضافه لو ريجيم اللي كيما خدمتو خويا هو امر كبير في التدخل ديال فريق متكامل وياخذ وقت الى اخره واللي حصلوا في الدراسات تقريبا 15% كيقدر ياثر بصفه ايجابيه على ليفو مستوى التطور المرض ديال التعسف كيعالج كاين شي ريجيم كيعالج هو اصلا ريجيم اللي كنقولو ريجيم راه وقائي ماشي لي با كوراتيف اي ريجيم في الدنيا ما كيعالجش ولكن هو وقائي هو واحد 15% حتى 18% دراسات مختلفين اللي كيقدر ياثر بصفه ايجابيه على التطور ولكن مهم 15% راه تبارك الله بعد يعني باش اضافات وصافي واحد التوضيحات فعلا فالمراهق ما عرفتش شكون سول على المراهق نبدو هذا ففعلا المراهق عنده متطلبات وكاين تغيرات فيزيولوجيه ونفسيه الى اخره وبالتالي المريض اذا كان لطيف اصلا هو كتوضح بان 50% ديال الاطفال اللي فيهم الصرع مع البلوغ كيبغاو 50% كان عندنا كيدير كتديسباري وليكريز مع البلوغ ولكن هاد الاطفال اللي هما رجعوا مراهقين وبيان سور مصاحبهم الصرع من الطفوله يعني نوع من انواع الاعاقه اللي مصاحبهم اللي كتاثر على التطور والنمو ديال سواء النمو العاطفي الالي الحركي النفسي الى اخره فهذا المراهق اللي هو خصو واحد النوع من الذاتيه وتحقيق الذاتيه وماشي يندمج في المحيط وينتمي للجروب ويحقق شي اشياء وتدي بروجي هذا فبيان سور خصو المصاحبه النفسيه والدعم النفسي لانه غيدير واحد المجهود كبير باش يحقق داكشي اللي تحققه المراهق الاخر وخصو واحد الدعم النفسي باش يفهم بانه ما كيختلفش على المراهق الاخر ويقدر يتقبل ديك المرض وتعايش معاه ويمكن يكون واحد الموبيل باش ينجح اكثر يعني دكتور اذا خص تخصص يعني بالنسبه للجمعيات نداء الجمعيه ما خصوش ندوا في المستقبل او هذا باش يدخل على نفسيه المراهق والصرع مثلا او المراهق والصرع اللي هو غيكون مهم بالنسبه حنا كنجاوب الاستاذ الاخ كريم هو فعلا حنا عندنا السياسه الدوائيه في المغرب فاشله السياسه الدوائيه فاشله لا جيستيون ماشي الدواء موجود الفلوس موجوده الحمد لله حنا عندنا الفلوس وكاين الدواء لا جيستيون ما كايناش كاين بعض المراكز الصحيه كيحرقوا الدواء وبعض المراكز ما عندهمش الدواء حنا مثلا السبيطار ديال الامر العقليه ولا شي راه حنا هذا واحد العام دابا حنا كنعانيو الدواء ما كاينش راه الا ما كانش المحسنين والعلاقات الشخصيه والتدخلات يعني انا عندي المحسنين كيشريو الدواء صغير كنقولوا ما عرفتش هادشي واش كتقال ولا كتقال بون يعني كاين محسنين كيعاونونا كيشريو لنا الدواء ديال الامراض النفسيه والعقليه اللي خطيره مازال اللي مريض الصرع ما ماشي اديش في الزنقه ما ماشي قتلش ما ماشي يلحقش ما يشجعش العافيه ما ماشي كسرش ما عندناش لانجيكتاب اللي هي مثلا خصنا في المستعجلات وداك الشيء لانجيكتاب ما عندناش وكنضطروا نشريوها بالطرق ديالنا الشخصيه بعلاقاتنا مع المدن الاخرى مع اطباء اخرين اخرى مدن اخرى كيصرفوا لنا الدواء شي ما تجيب الكار شي ما تجيب التاكسي شي كتلقاوها حنا بعض المحسنين الله يجازيهم بخير في طنجه اللي كيزودونا بالدواء مره يعني هذا المشكل ديال الامراض العقليه اللي خطيره فحرام الصرف اذا هي سياسه ديال الدوائيه فاشله ماشي مشكل ديال الدواء الدواء بالعكس الفلوس تزاد مؤخرا بملايير زاد الدواء ولكن لا جيستيون ما كايناش لان حنا عندنا مشكل صرا جيستي هضر على استثمار في العنصر في الراس غير المادي يعني حنا خصنا نستثمروا في البشر ماشي في الحجر راه مراكز موجوده وبنايات كاينه خاويه فارغه الدواء كاين في شي بلاصه كيتبيري ما حتى كيتلع ماشي دواء كيتحرك يعني لا جيستيون السياسه والثاني هذه بعض التوصيات اللي خصها تدخل السياسه الدوائيه فاشله من اعلى ماشي من عندنا دكور بون بعد كاين اضافه للدكتور زميل المصمومي راه الدواء باغفوا راه كاين بعض التلاعبات تنساش كاين بعض الاطباء اللي هما ما عندهمش ضمير مهني كيضطروا يكتبوا شي ادويه ماشي دواء اخر كيكتب واحد الدواء ما كيكتبش شهور وكيوصي الفارماسي يجيب واحد الدواء ما يجيبش شهور لان هذاك فيه يمكن هامش الربح يمكن مول لابوراتوار صاحبو ها هذاك مول سيناكس ولا كوبر صاحبي عكسب له لا انا ما عكسبلوش دورته تقول لك ما كيتباعش كنردو الى اخره كاين بعض التلاعبات وبعض الاشياء الغير اخلاقيه بعض الاطباء الحمد لله كاين اطباء شرفاء وبعض الاطباء بحال جميع الفئات المهنيه في العالم اللي هما كيتلاعبوا كيتاجروا كيتصاحبوا وهذا الشيء خسر الوزاره دابا مؤخرا بدات بعض المسائل كتراقب هذه التلاعبات اللي كاينه وكنظن هي السياسه اللي فاشله ماشي الدواء الدواء موجود الدواء المتكامل انو واحد الدواء طخفي ايديال ما تزاني تسقى
يكذب عليك شي واحد يكتب شوف اي دواء عنده مضاعفات ديالو اي دواء مثلا اي دواء الدواء كامل راه مزيان اكزيست با هو يمكن الماء والماء بالطريقه الطريقه الطري يعمل لك عاوتاني لانتوكسيكاسيون انتراسيلولير في الاخر فالدواء ما كاينش وهي شنو مضاعفات كتختلف من دواء لدواء الدواء بيان سور كيدوز للكبده كيخدم الى اخره لا عود الدواء ما كاينش هما مضاعفات الطبيب خاصو يشرح المضاعفات المريض باش يفهموا هذه جزء من العمل ديالو لان الطبيب في بارتي سون اوردونس الطبيب داخل في الاوردونس ديالو خصو يشرح للمريض المريض خصو يفهم لان كاين بعض المضاعفات اللي خصها مراقبه التحليلات كاين بعض الدواء اللي خصك تحلل كل 3 شهور كاين الدواء اللي خصك تحلل كل 6 شهور الى اخره هذه المسائل الاطباء الدكتور اسمو يشار بان اذا بان لك مثلا ديك الكركره وديك الالرجي وديك هذا خصك دغيا توقف وتجي عند الطبيب ديالك ولكن خصو يكون عارف ماشي تبان لك شي حاجه تخلع وتحمق داكور اذا الدور ديال الطبيب ديال الاعصاب او الدواء الطبيب اللي كيتابع خصو يشرح الدواء ويشرح المضاعفات ديالو ما كاينش دواء بارفي واخا يجي من النرويج واخا يجي من ماجا ما كاينش داكور باش نتفاهموا على هذا فهذا هذا واقيلا هو تقريبا هذا ولكن هو مصدر الغلاء باش تقول للناس ويعرفوا الريفيرونس ديالو الطبيب المعالج المباشر هو الطبيب ديال الاختصاصي في الاعصاب والدماغ هي هو غير اضافه بعض الاطباء العامين اللي هما عندهم واحد الدرايه واحد التكوين واحد ليزونسيانتي كيقدروا حنا كنشجعوا هذا الشيء باش ما يبقاش المرض ما عندوش اللي يشوفوا بعض الاطباء النفسانيين ماشي كلهم عندهم تكوين في النورولوجي يعني كيقول انا بعدا شخصيا عندي واحد الدبلوم ديال النورولوجي ديال ديود نورولوجي وفي كورسوس ديالي ديال ملي كنت كنقرا درنا واحد 6 شهور نورولوجي وعندي واحد الدبلوم ديال سو ابريل ولكن انا ماشي نورولوج انا سيكياتر ماشي نوروبسيكياتر ثاني جيس بعض النوروبسيكياتر ما كايناش في الوثائق الاداريه ديال الدوله الطبيب كيزيدها في الكاشي وفي الورقه ممنوعه هي اصلا هو انتحال صفه نوروبسيكياتر انا بالنسبه ليا ملي تشوفوا شي ورقه فيها نوروبسيكياتر عرفوا ديك الطبيب كينتحل واحد الصفه تقول انا تسجل الطبيب اللي كيكتب نوروبسيكياتر كينتحل الصفه كاين بسيكياتر وكاين نورولوج يمكن يضيف طبيب نفساني ومن تحت عمل ما عاشت تكوين في النورولوجيا شغلو هذا فهمتي ولكن نوروبسيكياتر خا يكزيست با كاين نورولوج بسيكياتر ممكن اسمحني بسيكياتر ممكن ياخذ هذا المريض بعض المضاعفات النفسيه بعض الاعراض النفسيه اللي كتصاحب هذا المرض بعد النورولوج بدو كيسرب لك كيقول شوف هذا المريض راه ما بقاش ينعس معصب ديبريمي متوتر مقلق الى اخره كنتعاونوا بيناتنا كنتعاونوا ولكن طالب المعالج ديال باش تعرفوها كاملين طالب معالج ديال مريض الصرع ما كاينش واحد الصرع راه كاين امراض الصرع كاين ليزيبيليبسي ما كاينش ليبيليبسي هو باش نضيفوا راه ملي كنهضروا على نابوليون وكنهضروا على كنهضروا على لويس الرابع عشر وكنهضروا على امبراطور هذا الكسندر دوما راه هضره خاويه باش نقولها راه ماشي نقولوا هذوك كانوا مرض ليبيليبسي راه ما عمرو كان ديك الساعه ما كانش وسائل التشخيص باش نقولوا واش كان هيستيريك واش كان ليبيليبتيك واش كان هيستيري فورم واش ايبيليبتي فورم واش كان كيقلد واش كان كيمثل واش كان الى اخره حنا كنهضروا صافي كان نابليون كان في مرض الصرع هضره ما خصنا نحيدوا هذا المرض اذا كنا بغينا علميا فالوسائل التشخيص عدلت ما كانش ديك الساعه لا شبكه لا سكارين لا يرين لا والو كانت الهضره تاريخيه في لايتان كيفتح يسرع وكيغير بحال ديك المراه اللي جات عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له انني يا رسول الله اسرع وكودعي لي باش ما نتكشفش نحيد حوايجي ونتعرى يكون صرعها فدعا لها وفي حال الدكتور سمودي في القران كاين ديك سوره الحق هذيك الصرعه اللي تعجز خاويه ولكن التشخيص راه خصو يكون علمي وسائل ديالو بهذا